المطار والبور هيدا الموسم رح يكونوا من الملفات الاساسيه ومن اولوياتنا، يعني قديش بتفتكروا انه عندكم معلومات عن الفساد اللي عم بيصير؟ قديش ممكن تتخيلوا؟ قولوا بعد اكثر. تخيلوا وكتروا. وعدد مش بطال من هالملفات صار بجوارينا. حلقه ورا حلقه بيطلعوا كلهم بالاسماء وبالصوت وبالصوره وبالتسجيلات. هلا الحلو واللي عم بيصير بهيدا البلد انه كل الاجهزه مخروقة. كل الأجهزة في جواتها ناس عبالها يصير في إصلاح بالبلد. واللي ما عبالهم الإصلاح عم يبعثوا لنا ملفات على بعضهم. من أصغر موظف لأكبر موظف. شو عم بيصير بمطار بيروت؟ والبداية اليوم من الحمالين. يعني بعدنا بأصغر ملف بالمطار. شوفوا كمية الفساد والرشاوي من جيبة أصغر موظف، برجع بعيد، للجيوب الكبار. كيف عم تتوزع الملايين؟ وليش عم تنشرها سلل الشوكولا؟ ولمين عم بتروح؟ بنشوف سوا. المفروض انه هيدا مطار بيروت. واجهة البلد عنده مواصفات دولية، واجتمع فيه القطاعين العام والخاص ليكون نموذج للحضارة، الأمن، وسلامة الناس. بس لأنه الملامح تغيرت من زمان والمافيات صار لها سنين عم تشتغل على عينك يا سلطة، التحقيقات صار لازم تنفتح وفي روس حان موعد قطافها. الملف الأول بين إيدينا هو ملف شركة ترانس الصايغ. هالشركة يلي بتتولى من سنة 2001 خدمة ركاب المطار بموجب عقد مع شركة ميز مقابل خدمة حمال مجانية. وشركة ميز هي واحدة من ثلاث شركات تابعة للميدل إيست، مسؤولة عن صيانة المطار، وبيرأسها خلافاً للقانون النائب غازي يوسف يلي ما منعه الرئيس بري من الجمع بين النيابة وإدارة شركة للدولة. فكتب غازي يوسف تفويض لمحمد شتيلة بأنه يقوم بكل أعمال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. أما شركة ترانس الصايغ فبيديرها محمد الروماني، وللروماني حكاية خاصة. محمد الروماني قصة كبيرة بالمطار، ومحمد الحوت مبارك له قعدته، كان ضابط بالأمن العام سابقا، ترك الأمن العام واشتغل بشغل خاص يلي هو كمدير عام، يعني كلمة مدير عام شغلة كبيرة. فشو حكاية الروماني مع مدير عام الميز؟ وكيف عم بتم هدر المال العام وتوزيع التنفيعات والرشاوى؟ شركة ترانسايف المفروض تاخد 160 عامل بس وتعطيهم معاشاتهم، عم تقبض هي من مجلس الإنماء والإعمار عن 160 بس لا تدفع إيجارات. من 2001 لهلأ بعد الشركة وعقده خالص، هو شركة الميس عقده خالص لهلأ ما بنقبض ولا ليرة. المفروض أنه خلص العقد تبعهم، عم يجددوا لهم إياه تلقائيا لأن مجلس الإنماء والإعمار منو قادر يجيب غيرهم، يعني عندهم تقريبا 420 مليون ليرة بالشهر بين مجلس الإنماء والإعمار وبين الضمان بيقبضوا المصريات ولا تدفع إلى أحد، وهيدي عملنا فيها 21 دعوة عم ترمي حجر ببير، ما بنسمع شيء شو صار، ولا حدا جاوبنا ولا الضمان بيجاوبنا. الروماني بينفهموا للشغيل، بينزلوا عن كاتب عدل معين وبيمضوا عنده إقرار إنه هني أخذين كل حقوقهم. هو طبعا كذب. انا حمال بمطار بيروت بشتغل على التيبس. ما بتقبض معاش؟ لا ما بقبض معاش. وليه بتمضي انك قبضت معاش؟ كرمال عم طلع براني، عم طلع تيبس منيح، بنمضي انه عم نقبض وما بنقبض، بنترك له اياه لابو توفيق. وابو حسين بالاتفاقيه معه كمان بنضب له كل يوم نحن، بنعطي ابو حسين وهو بيعطي ابو توفيق. مين ابو حسين؟ ابن عمه لابو توفيق، هو موظف عامل عام سابق. يعني ما في عليكم مراقبين؟ اكيد علينا مراقبين، مراقبين عامين، نحن بندفع لهم مصاري، بنعطي كل مراقب عام 50,000 100,000 حسب ما الله حسب ما تكون رزقتنا. في ناس بتجي بتدفع 100 دولار بيهربوا وزن بياخذوا هن وموظف الميدل ايست، جهاز الامن ما بيدقق كثير، اللي بدنا اياه بنعمله معهم بالمصاري كل شيء بينحل. كله بيمرقوا لهم وزن. حساب كبير المطار يا استاذي. هلا في حمالين معترين وفي شبيحه للروماني، هولي يعني من اولوياته للروماني، هولي مشان يسكتوا عنه، شبيحه بيقطعوا ركاب، في تواطؤ بينهم وبين الدرك مثلا العسكريه انه بدنا نقطع راكب حتى ما يعلق بالعجقه.
لنتأكد اشترينا تيكت مزور واتصلنا بأحد الشبيحة. جاسنينة تتني رقمك انت عطول بتساعدها على المطار، عرفتها بتروح على أفريقيا على لاغوس عطول. عرفتها مريم. يعني معي وزن زيادة بس ما بدي الدرك يفتشوني ويفتحوا لي الشنط. أنا معك أنا بنتركهم يعني ما بدي المطار. لو ضليت زيادة عن دوامك شوي هلأ أنا بشوفك ما تحت الهم. على رأس. توجهنا على المطار ونحن وناطرين الشبيح شفنا يلي ما بتشوفه الناس، شبيح تاني عم بفاوض على مبلغ ليمرق عاملة أجنبية ما بنعرف شو قصتها. وهلأ إجا دورنا. ثواني بدك عامل بابي فتح. قدر الحمال يقطع زميلنا خط عسكري، ما حدا فتح جواز السفر والشنط مرقوا بسرعة البرق، وبحجة إنه إجا اتصال طارئ لغينا الرحلة ورجعنا والناس بعدها واقفة بالصف. بمرقوا وزن، بفوتوا على المانيفست. يا أختي كيف واحد وين أمن الطيران؟ كيف بفوت على المانيفست؟ على الميدل إيست بفوت لتحت على المفقودات، بفوت بشوف مين جاي على الطيارة، مين أي شيخ جاي، أي خواجة جاي، أي شخص جاي كرمال المصاري. عاملين طريقة بياخذوا أرقام تليفونات دولي، إمتين جاي ليستقبلوه من تحت على الوصول، وإمتين مسافر ليفوتوه. يا خيي كيف موظفين الميدل إيست بيسمحوا لهم بيعطوهم المانيفست ليشوفوا مين جاي على الطيارة؟ يا خي الله يرحمه الشيخ المقدم وسام الحسن وجبران طويني وفلان أخطر شخص بمطار بيروت هو حمال مطار بيروت، لأنه فيه يعمل كل شيء بالمطار وما حدا مراقبه. أنت كنت تروح توصل رشاوي؟ أي طبعا أنا اللي كنت روح وصل رشاوي، نعم بإيدي أنا مني راشي، بس هو الزلمة اللي روح لعند فلان وصل له هدية. يعني كنت روح مثلا جيب له الشوكولا من على كروكوندروز محل سلة كبيرة مع أنيني شامبانيا للي هني عارف كيف علي النافذين بالمطار، اللي هو بيقول عنهم إنه هو اللي بيجيبهم ليحمينا لحد ما حدا يقرب صوبنا. والمحلات يلي كان يطلب منها الروماني الهدايا للضباط والموظفين الكبار ما كذبوا خبر. شركة ترون سايت على المطار. ايه كيف حالهم؟ أنا سيرني أنت. لا لك فترة ما جيت. ايه صح كيف أنت على خديك يلا. دمو زين تاخذ مثل ما بناخذ نحن. الهدية للموظفين الضمان وال مثل العادي يعني. أي إذا كبية وإذا من قبل الروماني أكيد رح يطلع لكم جاز. تقريباً عم تحكي بال 290,000 كل وحدة. لمين بيعطي الروماني؟ مع مين بيتقاسم الأموال، مصاري، معاشاتكم، ضماناتكم؟ مع مين بيتقاسمهم؟ مع شركائه. يعني مع صاحب الشركة والسيد محمد شتيلة اللي هو مدير عام شركة الميز، اللي هو رمز الفساد، اللي هو بيقبض رشاوي واخدناه على القضاء على راس القضاء. عرفت كيف؟ مثل ما فات مثل ما طلع. مره طلعنا عند وزير غازي العريضي، الله يطول عمرك يا معالي الوزير، طلعت انا وامين السر اللي هلا هو رئيس نقابه خاينا علي محسن، قاعدين عنده بالمكتب، فبيطلع على الكنبيه هيك على اليمين، قال هون كان قاعد محمد شتيلة وحكي لي كيف بيسرق. شو معالي الوزير؟ كلام صدق انا عم بقول ولا كذب؟ قال لك كيف عم بيسرق، بس ما تحركت انت يا معالي الوزير، ما قلت لهم، ما حولته للنيابه العامه، كنت قدران تحمل التليفون وتلفن للرئيس سعيد ميتزا، كان بوقتها هو مدعي عام. باخر سنه بال 2012 لانه كان عنده نيه مبيته لإلي انا، بقبضني معاش بموجب شيك عبر بنك بيبلوس بقيمه 907,000. انا قلت له ليش وكذا، قال لي لا بدي ساعدك، انا بدي احاول اشتري لك بيت، بدي كذا، صار يقول لي صار يعطيني شيكات لتاريخ 31/12/2013. نزلت لعنده لاخذ البطاقه، قال لي ما لك بطاقه. انا ما بدي احكي اعراض الناس، بحب النسوان ابو توفيق، نسوانجي يعني. مثلا شايف مرت موظف حلوه عينه عليها، بتشلح بطاقته لتيجي مرته او بنته او اخته، معليش خلينا نحكيها، لك ما بقى في شيء نخسره، ما بقى في شيء نخسره. ايه انا بعرف شخص شحطه فلله من المطار، قال له وقتها ما برجعك الا ما تجيب مرتك. حمال الشنط اخطر موظف بالمطار، عم بفوتوا على المانيفست، بيعرفوا مين رايح ومين جاي على الطياره وشو معه شنط، وبيعملوا اللي بدهم اياه. في حدا من هالمسؤولين عم يسمع؟ بكره بس يبلش مسلسل الاغتيالات عن جديد
ما كتير تتفاجئوا. يعني حالة تفشي الطمع والسرقة اللي وصلنا لها خلتهم يقلبوا على بعضهم. محمد اللي كان يرتشي ويوصل الرشاوى بإيده حط حاله بعهدة القضاء وتحركوا مع النقيب مجبور ب 21 دعوة قضائية وكتابات للوزراء. رح نحكي فيهم وحدة وحدة. بس قبل ما فوت بتفاصيل فساد المسؤولين الكبار ولمين عم بيروح المال العام وشو عمل القضاء بالدعاوى اللي عنده، قال اللي بدهم اياه بيعملوه مع الأجهزة الأمنية والمراقبين. الرشوة بالنص مع الدرك وموظفين الميدل إيست حسب ما قالوا. محمد الشيخ شوفير الروماني قال بالريبورتاج كيف كان يروح يوصل الرشاوى بإيده، وشفنا المحلات اللي كان يشتري منها وكلفتها ورحنا لعندهم لحتى نتأكد من هذا الموضوع، عودة لحتى ما حدا يطلع يعني لحتى يكون الملف محكوم من كل الجهات وحاكين فيه ولحتى ما حدا يتعاطى معهم بحسب ما قال، ما حدا بيقول لهم شيء وما حدا بيتعاطى معهم. محمد الشيخ صار معه حادثة، 4 شباب لحقوه ودموه للركب قبل ما يرجع الروماني يعالجه، وقال له بوقتها قلت لك قص لسانك. قبل ما نحكي بالأسماء الكبيرة رح نشوف شو كان رد الروماني وكيف اعترف النقيب الجديد علي محسن بالفساد. بنشوف سوا طريق. هيدا هو محمد الشيخ، هيدا اللي عم بيعملها. كان شوفيرك لمدة 10 سنين تقريبا؟ ما شوفيري، كان عم يشتغل حمال بمطار، حضنته لأنه عنده ولد منغوليان وساعدته وعندي تشيكات شو كنت أعطيه. أنت ليش شحطته؟ شحطته لأنه لتلات كيف ما بيقبضوا، هذا كذب ونفائل يعني. هذا كله حتالي لأنه غطوا حالهم من شان البراني لأنه ممنوع يقبضوا من الركاب، بقول لك مش عم بقبض. في رشوات ل تعطوه لموظفين الضمان لجهاز الأمن؟ ما أعوذ بالله، شو هذا؟ مين بده أعوذ بالله؟ هذا أسلوب بس واحد سليلي تزعبي. أنا كنت ضابط، كان يحطوني على رأس السنة وعيد الميلاد. أنا بشتري هدية مثلا، ببعت هدية لواحد وحدة شوكولا على الكفاة، هذه إيش بشتري هدية يعني. أنا شو عم بزور؟ عم بشتري بابور أنا ولا عم بشتري شوكولا؟ حضرتك مدير عام، يعني حضرتك أنت موظف صح؟ نعم. عندك معاش محدود تقدر تشتري. مدام طولي بالك، لقلك انا عندي مؤسسه كمان، عندي منجره، انا كنت ضابط متقاعد وعندي منجره، عم لدخلي لا يقل عن 10-12 دولار بالشهر. بس كل سله شوكولا بتكلف 290. مدام انا عندي مؤسسه وما بدي احكيكي اكثر من هيك. لسانه طويل هو اساسا عم بيهدد الشباب كلهم، بدهم راسي انا، عم تهمني انا انه عم شيل السنه، بشيل السنه بفوت شيعه. رحنا على التحقيق مدام نيابة العام المالية وعن نيابة العام هيك، وتقول آخر قالوا لنا روحوا الله معكم على الكفاة، كفوا هيك. كيف بدك إياه على التلفزيون؟ اللي بدك إياه احكي، أنت وياه وجيب اللي بدك إياه. هيك لبنان كله مافيا، حكميته مافيا، والمطار هو مصغر لبنان، ليك هول واصلين لوين ما كان يعني. أنا برأيي حتى إلك أنت إذا بتحكي ما فيك تروحي فيه للآخر، كمان أنت ما توجعي راسك. يعني هذا الاتصال كان مع نقيب الجديد لمستخدمي عمال شركات الطيران بلبنان علي محسن. طيب النقيب الجديد علي محسن قال الفاسدين ناس واصلين، ونصحها لأميرنا ما نكمل بهذا الملف لأنه ما بنقدر عليهم. نقيب هذا الكلام ما بقى في منه اليوم، ما بقى حدا قوي على حقوق الناس، واللي بده يصلح بالشارع ببلش منهم. هودي الخطر الأكبر على الفساد، هودي اللي لازم تتظاهروا لحتى تشيلون. نائب غازي يوسف، يا دولة الرئيس نبيه بري كيف بحق له يكون نائب ويشغل وظيفة تانية كمان للدولة بنفس الوقت؟ وعندك علم والكل عنده علم، والقانون بيتفصل على قياسكم، ليش؟ في المادة 102 انتو أخبر الناس فيها، ومعليش بدي أحكي بالطوايف. غازي يوسف نائب عن منطقة بيروت سنة، وصاحب شركة ترانس الصايغ سنة كمان، والمدير العام للميز محمد شتيلة كمان سنة. كيف بيكون الروماني حاطط راسه بالسنة؟ ما تقلبوا سنة شيعي مثل ما بتحاولوا كل قضايا الفساد لحتى تتخبوا وراء الطائفية، لأنه أنتوا عصابة جامعة كل الطوايف ومدعومة من الكل، كلهم يعني كلهم متورطين بالسرقة. معالي الوزير عريضي يلي عم نطالبك بمقابلة لرفع السرية المصرفية عن حساباتك، كان عندك علم بالسرقة إيه ولا لا؟ وإذا كان عندك علم ليش ما بلغت؟ والأهم قال رحنا على القضاء، قالوا لنا ما عليكم شيء، كفوا مثل ما أنتوا. كيف يعني كفوا مثل ما أنتوا؟ عن أي قضاء عم تحكوا؟ ليش تشكيت قبضة محمد الشيخ من حسابات خاصة؟
من وين هيدي الرشاوى اللي كانت عم توصل لموظفي الضمان ولبعض الضباط؟ مين قال انه مسموح يخدون؟ صار عندنا لائحة طويلة بكل شخص عم ينبعث له هدية لحتى يحمي بعض الأشخاص. اللائحة رح ننشرها وكل اسم لازم يخضع للمحاسبة. قال هو صحيح موظف بس عنده دخل من محل تاني بيسمح له بهودي كلهم، بيسمح له يقدم هدايا ويصرف هيدي المصاريف. طب ليش بده يهدي الكل؟ حدا بيهدي هيك بلاش؟ موضوع نسوان وبنات الحمالين ما رح فوت فيه، بكفي اللي سمعناه على الهوا. هلا شوفوا شو سهلة حمال يفوت على المانيفست، خلينا نشوف سوا. الو الو بونسوار، اهلا. داني معي؟ ايه تفضلي. معك رنا، انا اخذت رقمك من بوب العرب. ايه حبيبي. كيفك؟ تبا انا منيح. بدي صراحه في عندي رفيقه جايه على طياره دبي اليوم، بس من اليوم ميدل ايست؟ ايه ميدل ايست. عطله. شو اسمه الصغير؟ نادر. قليلي بس شو بدك اخذ منك انا؟ فيك تكشف لي اذا هو جاي على الطيارة او لا؟ ما تقتلي هم، شوف لي كنت عليك خبر الساعة 7:30 بالضبط. يعني بعد شي ساعة بدق لك؟ ايوه بالضبط. اكيد انا يعني رح انزل لتحت بحكيك بشوفك. ما تقتلي هم. وما تصفي بالباركينج، انت من قبل الريس ابراهيم بدنا نصفي على الباب. 100%. الو الو ايه رئيس، انا هذا شفت لك اياه على دبي، ما له اسم لا هلا ولا بعد يومين، بس انتبهي الامارات جاي على 11:30 كمان بتوقيت المكتب، ما يكون جاي على الاماراتيه. انت بتقدر تشوف الاماراتيه؟ عندي مانيفست لواحد منه مثل الميدل ايست. انت عندك المانيفست تبع الميدل ايست صح؟ ايه كل شيء مثل ايست، انا بس جيب لك. طيب اوكي بحكي معك برجع لك ان شي ساعه 9:30. اوكي ميرسي ميرسي. انا شفتني على الامارات كمان من واصل. يعني قدرت تفوت على هيدا تبع الامارات؟ ايه على الميدل ايست. انت عندك اكسس على طول هيك؟ ايه على طول على طول. بس بدك شيء احكي لك. طيب ماشي برجع بحكي معك بهاليومين. يعني مش بس على الميدل ايست، كمان رجع فات على الاماراتيه وتاكد انه اسمه مش موجود، وقال له على الباب بتصفي مش بالباركينج، ما تبهدلي حالك تصفي بالباركينج، كله كرامة بوب، انت من قبل بوب بتصفي على الباب. هيدا الحمال بمطار بيروت اسمه داني جابر، هيدا الحمال. وخليكم معي كمان رح نعطيكم كمان الرقم اللي بيحمله 197. هيدا داني طارق جابر يلي سمعتوه، يلي بيقدر يفوت على مانيفست الميدل ايست، بيقدر يفوت على مانيفست الإماراتية، ويبدو بفوت على كل الطيران. يعطيكم ألف عافية أنت وبوب وكل المجموعة. وهلأ عم نفتش مين بوب. 21 شكوى تقدم فيها محمد الشيخ والنائب مشبور، 21 شكوى. محمد شتيلة وعماد الصايغ ما ردوا علينا وعلى اتصالاتنا. بكرة نفي الملكية ببين كل شيء، في عدة طرق وأساليب لنكتشف كل واحد شو معه ومنين جايب مصرياته. هلأ بإيدي في وراق تقدمت للنيابة العامة، تقدمت لمجلس إنماء والإعمار، لديوان محاسبة الوزير مروان شربي اللي تقدمت له، لمدير عام الضمان، للنائب العام المالي. مثلا هيدي أول ورقة، هي لائحة من الموظفين يلي عاملين شكوى ومقدمينها لوزارة العمل، وأعدادهم يمكن توصل ل ما بعرف 50-60 موظف، بيحكوا إنه هن ما بيقبضوا معاشاتهم. وهيدي الشكوى كل موظف حاطط اسمه وكل موظف ماضية، موجهة إلى وزارة العمل. ما صار شيء وما انبت شيء فيها، مثل العادة كل شيء بلبنان. جانب مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المستدعي نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران بلبنان بيقولوا عن تلاعب تواريخ وتحايل على الصندوق الوطني على الضمان، كمان ما صار شيء وما حدا تحرك. جانب مجلس العمل التحكيمي في بيروت المحترم كمان عاملين استحضار، وهيدا الاستحضار وبعده كله ماشي مثل ما بيقول، انه قالوا القضاء مثل ما فاتوا طلعوا روحوا كملوا شغلكم. جانب النيابه لدى ديوان المحاسبه، حضره المدعي العام لدى ديوان المحاسبه اخبار سرقه الاموال العائده لمجلس انماء والاعمار في مطار بيروت الدولي من خلال العقد الموقع بين المجلس وشركه ميز. كمان جانب وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه المحترمين، الموضوع شكوى بحق مؤسسه ترانز الصايغ. كمان بدكم بعد؟ جانب معالي وزير الداخلية بوقتها الأستاذ مروان شربي، المستدعي نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران بلبنان.
قلنا غازي يوسف سني طلع شيعي، هذا اللي عم نقوله انه ما تقلبوها سني شيعي بين بعضكم لانه طائفيه ما بتمشي بهذا الموضوع من الكل من كل الطوائف. جانب معالي وزير السياحه الموقر الاستاذ فادي عبود المحترم، واللي بعتقد مفروض نسالهم كلهم للسياسيين والوزراء عن شو عندهم تبرير لهذا الموضوع، شو عندهم معلومات. جانب النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم المحترم، كمان هيدا من نقابه مستخدمي وعمال شركات الطيران بلبنان. جانب الدكتور محمد كركي المحترم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واخر وحده واللي هي من الاهم، النيابه العامه التمييزيه، محمد الشيخ قدم لها بيقول لها رشاوى وهدر اموال مجلس الانماء والاعمار ببيروت بمطار بيروت، وبيقول مدير الشركة محمد علي الروماني رشوة مالية شهرية تقدر ب30 مليون ليرة لبنانية، أنقلها شخصيا من الشركة بعد صرفها إلى العملة الأمريكية إلى منزل سيد محمد عبد شتيلة في آخر شهر في محلة كراكون الدروز بناية. هلأ بشوفوا، هلا رح يشوفوها، بتمنى يعملوا زوم عليها. هيدي عم بيعترف الزلمه ويقول انا كنت اخذ المصريات، عم بيقول الزلمه انا كنت اخذ مصريات وكنت حولهم للدولار 30 مليون ليره مسكتهم بايدي رحت فيهم عطيتهم لمحمد شتيلة. هيدا زلمه مستعد يحط حاله قدام القضاء. هيدي كل المستندات طلعت والشهادات، القضاء ما عمل شيء معهم لليوم، ولا مؤسسه تحركت ولا وزاره تحركت، مثل ما فاتوا مثل ما طلعوا. طيب كيف بدكم تصلحوا البلد؟ كيف بدكم تحاسبوا امام كل هالشهادات والحكي اللي طلع؟ كيف بدكم الشارع يهدى والفساد وين ما كان ضارب؟ المعركه على الكل، ما في حدا من وزير لنايب لقاضي لمدير عام الا ما رح نعرف شو عنده، الا ما رح نعرف شو بيملك، ما في حدا مقطع ملفات وقابض حقه بطريقه او باخرى الا ما حيتحاسب. تقارير يلي بتتلل البرنامج، مجندين لمتابعة الرشوة الصغيرة قبل الكبيرة، والأهم المحاسبة بالقانون وبالقضاء. الدعاوى رح نتابعها وحدة وحدة على قد ما بنقدر، بس بطمنكم ما في حدا رح يزمط من هذا البرنامج. اليوم كل اللي حكيوا بالتقرير هني بخطر، حياتهم بخطر، شغلهم بخطر، الناس اللي حكيت بالتقرير مين بيحميها؟ إذا الدولة كلها ما قدرت تعمل شيء، مين بيحمي النائب مجبور البطل؟ مين بيحمي هالناس يلي ما بدها إلا الإصلاح؟ بدكم تتحركوا بالشارع؟ بدكم انقلاب؟ شيلوا الفاسدين بالسلطة واحد ورا الثاني، بلشوا من الصغار وهن المفتاح الأساسي لتوصلوا للكبار، عطلولن المرتهنين لأمرتن للكبار، كل حدا عنده زلم عم تسرق له وقفون. هيدا الشارع، هون لازم يكون الشارع، هون لازم يكون تغيير. بعد البريك